الحاوي وليد سليمان سأل زميلنا محمد دكروري موفة قناة الأهلي إلى دبي حيث معسكر الفريق عن الأجواء الحالية، عن ظروف الأهلي في ظل العدد الكبير من اللعيبة، عن رؤية ريني فايلر في التعامل مع اللعيبة الكبار، عن تفاصيل كتيرة جدا في حوار مهم مع الحاوي هنشوفه ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. الأهلي نادي كبير جدا ومنظومة تشرف أي حد وأي حد يعني بينتمي النادي الأهلي ده بيبقى فخر ليه. طبعا أنا فخر ليا أن أنا موجود في النادي الأهلي، زي ما قلت قبل كده أن عشان تعمل تاريخ لازم يكون من خلال النادي الأهلي، تعمل نفسك تاريخ كبير جدا من خلال المنظومة الكبيرة في النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة لأي لاعب طموح وعنده إصرار على تحقيق تاريخ وبطولات طبعا من خلال النادي الأهلي. وبالنسبه للجيل اللي حضرتك بتقول عليه، جيل القديم، جيل تريكا وبركات وكلهم كباتن كبار طبعا، وجمعه ومتعب، كان شرف ليا ان انا اكون متواجد في الجيل ده وعاصرته على مدار كام سنه. الحمد لله قدرت احقق معاه بطولات كتير جدا، وقدرت اتعلم من الجيل حاجات ثوابت موجوده جوه النادي الاهلي، والحمد لله بنحاول دلوقتي ننقلها للجيل اللي هو الجيل الصغير اللي متواجد دلوقتي معانا، وان شاء الله يكون ربنا يعني يحالفنا الحظ والتوفيق وناخد بطوله افريقيا. ان بالنسبه لنا بطوله افريقيا هتفرق معانا وتفرق مع الجيل الجديد ان شاء الله باذن الله. السنه اللي فاتت احنا اعتبر لعبنا في سنه واحده بطولتين افريقيا، اللي هي كانت مع كابتن حسام، ولعبنا فاينل ودات وما كانش فيه توفيق ونصيب نكسب، والسنه الثانيه كانت مع مستر كارترون وبرضه وصلنا فاينل، وكانت فيه ظروف صعبه جدا مرينا بيها، كان اصابات ولعيبه توقفت وظروف اللي هي حصلت معانا بعد الماتش في برج العرب، كان مش عايز اقول احداث كانت صعبه جدا بالنسبه للسوشيال ميديا، وكان في يعني احتقان كبير جدا بين مصر وبين تونس، لكن الحمد لله احنا يعني قدرنا ان احنا نعمل اللي علينا، وكانت النتيجه دي بتاعت ربنا. ده كان موسم بالنسبه لنا كان موسم صعب جدا، كان اول مره في تاريخ النادي الاهلي 13 لعيب بيكون مصاب على مدار الموسم. قابلنا تحديات كبيره جدا على المستوى المحلي، كنا راجعين واحنا يعني عندنا ماتشات مؤجله كتيره جدا، وكان في فرق نقاط بيننا وبين المتصدر، لكن باصرار وعزيمه النادي الاهلي يعني التربية اللي تربيناها في النادي الأهلي قدرنا نحقق، وما كناش بنبص لأي كلام بيتقال، احنا كان قدامنا هدف ان احنا بنلعب، وكان الكابتن خطيب دايما بيجتمع معانا ويقول لنا احنا قدامنا هدف مالناش دعوة بأي حاجة، وفعلا قدرنا نحقق الهدف ونتصدر وناخد البطولة بفارق 8 نقاط تقريبا. ده حاجة كبيرة جدا تحتسب للجيل وتحتسب للإدارة والأجهزة الفنية اللي كانت متواجدة. طبعا كان موضوع صعب وكان في ضغط جامد جدا على اللعيبه، ودي من سمات لعيبه النادي الاهلي وشخصيات النادي الاهلي، ان دايما في الظروف الصعبه جدا بتظهر، ومعدن اللعيبه بيظهر، ودايما اللي بيلعب في النادي الاهلي بيقعد سنين يلعب، هو الاوقات الصعبه هي اللي بتخلق تاريخ وبتخلق بطولات وبتخلق نجم يعني في النادي الاهلي. بالنسبه للمواقف اللي بتحصل او النتائج اللي بتحصل في ماتشات زي كده، انت ممكن تخسر عادي بس ما بتخسرش بسكور كبير، دي بتحصل لكل انديه العالم او كل منتخبات العالم، بس بتحصل بيبقى ظرف او هو اليوم مش يومك، وبتحصل كل كام سنه يعني. انت معلش يعني الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره والمانيا خسر والبرازيل خسر بسكور كبير، بس انا بتكلم دي بتحصل كل كام سنه، بيبقى اليوم مش يومك، وده ده ده العادي، ده العادي بيحصل مع الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره. ده حصل معانا وحصل قبل كده مع منتخب في غانا، الموضوع مش ان دي نهايه الدنيا، لكن احنا طبعا كلاعيبه النادي الاهلي بنبقى مستنيين ان احنا، مش عايز اقول طار والكلام ده، لا مستنيين ان احنا نقابلهم تاني ونقابلهم كاملين ونقابلهم واحنا ما كانش يعني مش مضغوطين، ما عندناش اصابات كتير، لكن الحمد لله احنا دلوقتي الامور تمام جدا وفي استقرار في في في, في, في اه بالظبط. فبتكلم على صن داونز بالنسبه للتيم يعني في استقرار الحمد لله، في تشكيل ثابت، الفتره اللي كان فيها ما كانش فيه تشكيل ثابت بالنسبة للإصابات اللي كان بتمر بها الفرقة. احنا طبعا دايما مش بنبص لصن داونز بس، احنا هدفنا البطولة. 2013 خسرنا في مصر 3 من أورلاندو،
وخدنا البطوله ورحنا اتعادلنا معاهم هناك وخدنا البطوله. هي فرق جنوب افريقيا بيبقى لها سيستم معين للعب، طريقه لعب معينه. علشان كده انا مش موضوع ان انا اقابل سان داونز واكسبه 5 او اكسبه 6، انا بالنسبه لي انا ممكن اقابل سان داونز واكسبه 1 بس اخد البطوله. مش موضوع ان هو سكور، لا هو بيحصل ممكن سان داونز يخسر من اي فرقه بسكور كبير جدا، يخسر مني 8 7 هو، بس بتبقى زي ما قلت لك حاله ماتش، يعني ما بقاش لها توقعات ولا ليها، لا هي بتبقى حالتك في الماتش، ودي بتحصل كل كام سنه لاي فرقه. يعني احنا اتعلمنا لما جينا النادي الاهلي ان عشان تبقى لعيب كبير لازم تكون ملتزم، انت قدوه لاي لعيب بالتزامك بمواعيدك بتدريبك، بانك انت تحافظ على نفسك، تحافظ على المجموعه، مش بتفكر في نفسك بس. دي حاجات كتيره اتعلمناها ولازم احنا بننقلها، زي ما قال لك قفشه ومعظم اللعيبه بيحاولوا يبصوا اللعيبه الكبار ان لازم هيقلدك، لازم انت تكون حاجه كويسه جدا عشان هو يقلدك صح، ما تكونش انت حاجه خارج على اللاين او خارج على النظام، هي طبعا هيفكر غلط. لكن لازم انت عشان تبقى تثبت للناس، مش بان انا لعبت ماتشات كتير في النادي الاهلي ولا انا قديم في النادي الاهلي ابقى لا، لازم القديم في النادي الاهلي او الكابتن في النادي الاهلي او اللعيب اللي لعب ماتشات كتير في النادي الاهلي لازم يكون اول حاجه بيحترم نظام النادي الاهلي، بيحترم مواعيد المعسكر، بيحترم مواعيد تدريبات. دي كلها حاجات لازم الناس تتعلم منها. جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وجمهور عارف، ودايما هو اللي بيساند ودايما في ظهر لعيبه النادي الاهلي، يعني كان لعيب جديد ولا لعيب قديم مش موفق، لا ده كله ده جمهور الاهلي على درايه بالموضوع ده. اكيد ممكن تلاقي فيه لسه شباب صغير في جمهور النادي الاهلي مستعجل، بيحب النادي، بيحب ان دايما اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي او ينتمي النادي الاهلي يحبه في احسن مكان او يحب يكون هداف. دي كلها حاجات عاديه دكروري، بس هي بترجع لشخصيه اللاعب. انا بالنسبه لي لما بحس ان في ضغط عليا من جمهور النادي الاهلي دي حاجه كويسه، الجمهور بيحبني، هو ما بيبقاش ضغط مقصود يعني، لكن لازم انا اكون على قد المسؤوليه ولازم اكون انا تفكيري صح، ولازم ان انا يعني عارف ان انا في ظهري جمهور كبير جدا، يعني جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، والواحد انا فخور ان انا بلعب في النادي الاهلي وجمهوري جمهور النادي الاهلي طبعا. انا بقتنع بشويه حاجات ممكن اكون صح واكون غلط، بس فعلا في مقوله انا قلتها قبل كده، سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. التاريخ صعب جدا، واللي بيعمل تاريخ بيتعب جامد جدا وما بيعملوش في سنه، التاريخ بيتعمل على مدار سنين تعب وسنين شقا وسنين بتحرم نفسك من حاجات كتير جدا عشان تحقق بطوله او تحقق تاريخ لنفسك. الفلوس ده رزق بتاع ربنا، ممكن ما يعني ما بتاخدش رزقك كامل في الكوره، ممكن تاخده بعد الكوره، بدليل ان في لعيبه كتير جدا ونجوم كتير جدا عملوا فلوس كتير جدا بعد الكوره، ما عملوش فلوس في الكوره. عشان كده انا مقتنع بالحته بقول لك عليها، انك سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. التاريخ من خلال النادي الاهلي، اللي عايز يعمل نفسه تاريخ من خلال النادي الاهلي. الفلوس كده كده هتيجي من خلال برضو النادي. دي بالنسبه للحته اللي هي حياتك بتتكلم فيها، حته ان اللعيب اللي يجي النادي الاهلي، يا جماعه النادي الاهلي نادي كبير جدا ونادي بيقدر كل حاجه لعيبته بتعملها. جمهورنا جمهور كبير جدا، جمهورنا جمهور عظيم، يعني مش عايزه يعني اقول كلام الناس تفتكر، لا فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. قوتنا وقوه النادي الاهلي في جمهوره، يعني انا واحد من الناس حته ان منع الجمهور لان يحضر الماتشات ده ادى ثقه لفرق كتير جدا، او بالعربي يعني كده يعني جرأ فرق كتير جدا علينا. لكن ايام ما كنا بنلعب بالجمهور والاستاد بيبقى مليان، لا احنا بنبقى يعني ممكن اول ثلث ساعه بنبقى مخلصين الماتش، يعني ما كانش في فرق بتتجرأ علينا من حتى من شمال افريقيا او من افريقيا يعني، او حتى في الدوري. عشان كده انا بقول دايما نتمنى من المسؤولين ونتمنى من الجمهور، احنا دايما عايزينكم في ظهرنا، ان انتوا قوتنا في الملعب وخارج الملعب، ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق من ربنا في البطوله دي، ان البطوله غابت بقالها سنين كتير، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونحقق بطوله افريقيا باذن الله.